إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شقي. أجارنا الله وإياكم من الهلاك والشقاء. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن ذا نقطع النصف من شهر رمضان المبارك، قاربنا النصف تقريبا، مر علينا كالبرق الخاطف، مرت أيامه ولياليه مباركة عظيمة يملأها الشوق والحب والأمل والفأل الحسن، أيام تطير فيه قلوب المؤمنين إلى الله عز وجل، وساعات ولحظات تسابق أنفاسنا وتشتد فيه ضربات قلوبنا خوفا على فراقه وخوفا على عدم استغلاله على الوجه المطلوب. هناك من الناس من تزداد، من يعمر لحظاته وساعاته بالطاعات فيه، ولكن هناك من هو كالتاجر الغافل المتأخر المتثاقل الذي يجعل الليالي تمر وهو لا يعرف كيف مرت ولا ماذا صنع بها ولا ماذا ربح. لذلك عباد الله، هي أيام معدودات كما قال الله عز وجل، أيام معدودات إن لم تكن فيه من أهل الجد وتكن فيه من أهل الهمم فإنك ستخرج من الغافلين والخاسرين. أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولكن عباد الله، لي وقفة في هذا الشهر الكريم وفي هذه الجمعة بالذات، أن نفتح صفحة أخرى من صفحات العالم الإسلامي. ربما نحن نصوم في أمان وسلام وراحة وهناء ودعة، ما شاء الله، نصلي التراويح بخير، نعود إلى بيوتنا آمنين، لا أصوات ترفع ولا ثورات في الطريق ولا خوف على أحد أن تذهب روحه أو أن يذهب أهله أو أن يدمر عليه داره، ولكن إذا نظرنا هناك في جزء من أجسادنا وفي جزء من أمتنا من أبناء ديننا وملتنا وجلدتنا، فإنهم يصومون شهراً آخر ويصومون بطريقة مختلفة. هناك نصف عام في سوريا وليبيا واليمن المؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل تأملتم عباد الله كيف يصوم إخوانكم؟ هل تأملتم عباد الله كيف يعيش أخوانكم وأهليكم هناك؟ هل نظرنا وفكرنا وكأننا نعيش في ديارهم وفي أوساطهم وبينهم؟ إن من لم يهتم بأمر المسلمين
فليس منهم. نعم ليس منهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلنا بجسد واحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو هناك أعضاء، بل هناك القلب، بل هناك كامل الجسد ينزف نصف عام تقريبا من أنين، نصف عام والدماء الطاهرة تروي أراضيهم، نصف عام وجراحات المصابين وآلامهم ترتفع ويزداد الأنين، نصف عام وأنات الثكالى، نصف عام وكل يوم ترمل النساء، نصف عام وكل يوم ييتم طفل، نصف عام وكل يوم تذهب أرواح خيرة شباب هذه الأمة على أيدي أنجاس وأرجاس هذه الأمة. نعم كما أعرف فقط في بلدي وما تأكد منه قرابة 100 حافظ لكتاب الله من ذهبوا على أيدي هؤلاء الطغاة الآثمين، وكذلك لا شك في ليبيا وأكثر، وكذلك في سوريا، وكذلك وكذلك. عباد الله، إن جسدنا ينزف ونحن في هذا الشهر الكريم، ولا شك أن نقول سبحان الله في ذاكرة أمتنا إذا رجعنا إلى الوراء، رمضان شهر الثورات، رمضان شهر الفتوحات، رمضان شهر الانتصارات. نعم كان المسلمون في رمضان يقدمون دماءهم وأرواحهم من أجل الله ومن أجل دينهم وعلى أيدي أعداء هذا الدين، ولكن ما يؤسفنا اليوم وما يؤسفنا في هذا الزمن أن من يقتلون أبناء ورياحينا وزهور هذه الأمة هم من سادتها، وهم من ولاهم الله عز وجل أمرهم. نعم عباد الله، أمر يؤسف، وكأننا في غزو ولكن من صورة جديدة ومن نمط جديد، وكأننا في استعمار ولكنه بشكل آخر. استعمار أبناء البلد لأهلهم ولإخوانهم ولأراضيهم ولمقدراتهم. إننا نشاهد مشاهد مروعة حينما تقصف المساجد، بيوت الله تهدم على المصلين فيها، حينما نرى أن العدو الخبيث الغاشم الآثم الذي يدعي أنه من هذه الأمة وحاشا لله أن يكون منها أن يذهب فينتزع الأبناء من داخل المنازل ويخرجون الأطفال من أحضان أمهاتهم. عباد الله، إننا في أمر مؤلم، إننا في وضع جريح، وفي قلوب نواجه هذا الأمر، في قلوب منكسرة متألمة. رمضان علينا في هذا العام جاء مختلفا، رمضان هذا العام كثيرة تذهب فيه من الدماء، ولكننا والله إذا رجعنا إلى الوراء عباد الله فإنا نتيقن والله والذي لا إله إلا هو أن الله عز وجل أراد لهذه الأمة خيرا، وخصوصا في هذا الشهر الكريم حينما عاد الناس إلى الله، في هذا الشهر الكريم الذي كثر فيه الإقبال على الله وكثر فيه التائبون وارتفعت فيه الدعوات. أراد الله عز وجل لنا خيرا، أراد الله أن يعصرنا، وأراد الله أن يذهب خبثنا، وأراد الله أن يجري لنا عملية ولكنها عملية جراحية صعبة لتستأصل الداء الخبيث من الجسد الطيب. نعم ليبرأ هذا الجسد وليعود كما كان. إنا لو عدنا إلى الوراء فإنا سنتذكر أيضا كانت أطهر الدماء وأزكى الأرواح تذهب في شهر رمضان. فهل تذكرتم يا عباد الله في رمضان من السنة الثانية للهجرة كان هناك أعظم غزو وأعظم انتصار للإسلام على الباطل، بل للحق على الباطل مطلقا، في غزوة بدر. وفي رمضان من السنة الثامنة للهجرة وفي عشرة رمضان كان فتح مكة. وفي رمضان من السنة في سنة 20 للهجرة كان فتح حصن بابليون. وفي رمضان عام 15 للهجرة كانت معركة القادسية. وفي رمضان عام سنة
عام 92 للهجرة كان فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد، وفي رمضان من عام 685 للهجرة كانت عين جالوت بقيادة قطز وبيبرز، وفي رمضان سنة 584 للهجرة كانت موقعة حطين بقيادة صلاح الدين. عباد الله، إن رمضان بالنسبة للأمة رمضان الخير، رمضان الفتح، رمضان النصر، رمضان البركة، وعلينا أن نعيد الأمل إلى أنفسنا، علينا أن نعيد الأمل إلى أنفسنا أن رمضان شهر الفتح. ولا نيأس، إننا نسمع كثيرا من إخواننا أين دعواتنا، أين دعاء الداعين، وأين لهج الذاكرين، أين ذهبت، ولماذا لا ينتصر الله؟ والله إن نتأمل في القرآن وكأنه يفسر بيننا، ونحن نقرأ كلام الله عز وجل وقوله سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالله سبحانه يقول أنها في مرحلة حرجة، حينما يصل المؤمنون والأنبياء معا إلى مرحلة الاستيئاس ومرحلة الشعور بالإحباط والشعور بالحزن. متى نصر الله؟ وإذا بالله عز وجل يقول: ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل الأنبياء وأتباعهم وظنوا أنهم قد كذبوا، لا ناصر لهم ولا مجيب للأنبياء ولا استجيب لدعوتهم ولا فتح الله لهم، مباشرة حينما يستنفذ البشر جهد البشر وجهد أهل الأرض يتدخل وتتدخل بعد ذلك قوة الله عز وجل التي لا تقهر والتي لا ترد أبدا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فلعلنا نحن عباد الله في هذه المرحلة الحرجة وبإذن الله عز وجل، فالفرج قريب، الفرج قريب. إذا كان هناك إخواننا قد قدموا أرواحهم فماذا قدمتم لهم؟ دعوة، دعوة صالحة، دعوة صالحة خالصة في ظهر الغيب يرجونها منكم، لا يرجون أكثر من ذلك. بل يقول العلماء: لماذا كانت الانتصارات في شهر رمضان؟ لأنه وقت دعاء المؤمنين في كل مكان، وقت دعوات مستجابة، وقت الإفطار ووقت السحر، والمؤمنون عائدون إلى بيوت الله وقيام وصيام، حينها يستجيب الله الدعاء. لذلك عباد الله، فلا نبخل على إخواننا ولا نبخل على أنفسنا ولا نبخل في نصرة هذا الدين بدعوة صالحة، ونرفع الأمل في القلوب الذي نسأل الله عز وجل أن ينصر ديننا وأن ينصر أمتنا. اللهم يا رب العالمين، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا.